تعالوا بقى ندخل يا حضرات في اجواء ماتش امبارح. يلا بينا ونفرح بقى يا كريم. انت مبدئيا شفتي ماتش ازاي؟ بص اولا انا كنت من الناس المتفائله جدا، وكنت شايفه ان الاهلي لا يمكن ان هو كمان يعني هقول مش يضيع فرصه زي دي، بس لا يمكن ان هو ما يقدم لناش اللعب اللي احنا منتظرينه. فانا كنت متوقعه جدا الحمد لله ان احنا هنفوز، بس مع الفوز انا برضو بحب النتيجه مش بتبقى لوحدها، النتيجه مع الاداء الجيد ده اللي احنا شفناه امبارح. يعني نقدر نقول بجد الحمد لله عوده قويه للاهلي، الاهلي بيقدر ان هو يمتعنا وبيبدع وبيفوز كمان زي ما شفنا امبارح على القطن الكاميروني بثلاثيه جميله، وفوز اعتقد مهم جدا كمان. هنا بنتكلم على حساب القطن الكاميروني ده في اللقاء اللي كان مؤجل طبعا من المؤجلات بتاعتنا لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، حاجه كانت محترمه امبارح. ثلاث اهداف وكل هدف احلى من الثاني، خلينا نقولها بهذا الشكل. وكده بتتكلم ثلاث نقاط كمان في شباك يعني نظيفه. الاهلي تقدم عن طريق طبعا زي ما تابعنا محمد شريف، ومحمد شريف انا سعيده ان هو بيعود مره ثانيه. محمد شريف انا من الناس اللي شايفه ان هو لاعب تقيل جدا، لاعب لما بيكون مركز ولما بياخد الاهتمام اللي هو عايزه فعلا ده بيترجم على الملعب بشكل كبير، بغض النظر عن الدويتو الحلو مع قفشه، بس محمد شريف حتى لوحده انا بشوف ان هو ولا اروع بصراحه، وعنده فرص كتيره جدا قدام انه يعود مره ثانيه للمستوى اللي احنا نعرفه عليه. بتتكلم تقريبا كان في يعني ايه بعد 53 ساعه بالظبط ده قبل اي حاجه. ما هي دي النقطه، ان انت الاهلي لما بتضغط من الاول انت بتبقى خدت المباراه خلاص لصالحك، فهو ده اللي احنا شفناه امبارح. وبعد كده ثاني برده اسرع هدف كان عندك، وسرعه الاهداف يا كريم دي بتفرق بشكل كبير جدا بعد برضو هدف محمد بركات في الماتش. لا انا عايزه اقول لكم حاجه كانت محترمه جدا، ويمكن الهدف ده كمان يعتبر الاسرع في موسم البطوله حاليا بمقارنه زي ما كنت بقارن دلوقتي بهدف محمد بركات. يعني على كل حال برضو من اللقطات اللي عجبتني القندوسي. قندوسي امبارح ناس كتيره يعني مش بس امبارح، بس ناس كتيره مع اي صفقه جديده تيجي تقول لك هل هي الصفقه المناسبه، هل هي الصفقه اللي احنا محتاجينها دلوقتي، هل الاهلي هيقدر يقدم حاجه زي كده. حتى الناس تتكلم من بره النادي الاهلي بتبقى مراهنه، ويبقى البعض منهم نفسهم من الصفقات لا تحقق يعني المرجو منها. لكن هنرجع نقول تاني احنا لا نلتفت للكلام، احنا بنشوف اللعيبه بتاعتنا على الارض بيحصل ايه. وفعلا قندوسي امبارح نقدر نقول ان هو ابتدى يتاقلم، ابتدى يظهر بشكل كبير جدا، ابتدى يتالق مع الاهلي بالهدف الثاني طبعا اللي كان في الدقيقة 40. وبعد كده زي ما احنا شفنا برضو رأفت خليل اللي أضاف الهدف الثالث، وكان في الدقيقة تقريبا 90 بلس تقريبا كانت 92 حاجة زي كده. عشان هنا بنتكلم بقى اللي يرتفع رصيد الفريق الأربع نقاط طبعا في المجموعة. أعتقد أداء محترم وشغل محترم، وفي نفس الوقت احنا منتظرين لسه عندنا لسه يعني لا لسه في شوط كبير جدا، لسه في هم كبير جدا. بس سو فار انا مبسوطه على فكره هنا العوده مره ثانيه للروح كريم، فكره اللعيبه اللي صعدت كمان بتقدم بشكل كويس جدا، الصفقات الجديده بتاعتك بقت تتاقلم وبقت تأدي برده بشكل جيد جدا. فدي مكاسب كتيره من امبارح، يعني المكسب مش بس ان احنا امبارح فزنا بثلاث نقاط اكيد. وللامانه برده من ضمن المكاسب انجاز ان احنا نعتبرها من ضمن المكاسب فكره ان كان في طبعا حضراتكم اكيد خدتوا بالكم ان احنا عندنا غيابات كتير، عندنا يعني ناس كتير مش موجوده، عند اكرم توفيق كريم فؤاد كتير من اللعيبه كانوا مش موجودين، والجزء الحلو في كريم طبعا ده في حد ذاته مش لطيف، ونتمنى لهم اكيد العوده السريعه والشفاء العاجل باذن الرحمن طبقا لاصابه كل واحد فيهم على حده. لكن اللطيف في الموضوع ده فكره ان احنا ما حسيناش بغيابهم قوي، لان بقيه اللعيبه اللي موجودين في ارض الملعب كل واحد عمل اللي عليه وزياده. صحيح. وطبيعي جدا ان كانت دي تكون النتيجه في نهايه المطاف، وده اللي احنا بنتكلم فيه، المنطق لما يكون حاضر لازم في الاخر لا يصح الا الصحيح. بمناسبه كلامنا هوند مع حضراتكم عن الثلاث اهداف اللي تم تسجيلهم في ماتش امبارح، اللذيذ كمان ان كل هدف فيهم مميز من زاويه، يعني ليه خصوصيه شديده وبيحمل ذكرى ما، يعني مثلا محمد شريف سجل هدفه ال 14 في افريقيا ليصبح هو هداف الجيل الحالي للنادي الاهلي في البطولات الافريقيه، لاعبنا الصاعد رأفت خليل احتفل باول اهدافه الافريقيه مع النادي الاهلي، كمان قندوسي يعني احتفل باول اهدافه الافريقيه بقميص نادي القرن. الحقيقه ماتش ظهرت فيه ملامح الخطوره من اول الدقيقه، بدليل ان حتى بعد مرور 53 ثانيه تم تسجيل هدف، وده ياكد على النقطه اللي دايما بنتكلم فيها، فكره الضغط من البدايات اكيد بينتج عنه خير كبير جدا. طبعا الهدف اتحقق بعد ما تسلم تمريره مميزه جدا من طاهر وسدد كره قويه في الشباك. سيطر طبعا لعيبه النادي الاهلي على مجريات اللعب ودفاع الاهلي الحقيقه، وان كنا وقفنا عند الدفاع قبل كده اكتر من مره في اكتر من حلقه، لكن
كلمه حق لازم تتقال. دفاع النادي الاهلي كان حاضر بقوه وتقريبا ابعد كل ملامح الخطوره اللي كان ممكن تتشكل على مرمى الفريق، ودي حاجه كويسه جدا عايزين نحافظ على ده، دي من ضمن المكتسبات. فانطلاقا من هذه المكتسبات لازم نواصل مشوارنا ان شاء الله الفتره اللي جايه. بص يعني انا اتمنى ان احنا نواصل مشوارنا في الفتره اللي جايه بنفس المستوى، ونبقى حريصين جدا ان احنا ما عندناش رفاهيه يا كريم برضو خساره اي نقاط. اكيد يعني نتمنى ذلك، وده مش فكره ان احنا كده بنشكل ضغط على اللعيبه، احنا بنقول ان احنا نفسنا بس ان ده يحقق لان احنا نستحق ذلك، وفي نفس الوقت ليه اصلا نضيع نقاط؟ يعني النقطه ليه نضيع نقاط؟ فانت عندك مساحه كويسه جدا وعندك سكواد زي ما انت بتتكلم كويس جدا، ما بقاش الاهلي يفرق معاه، وطول عمره الاهلي ما بيفرقش معاه، بس يمكن الموسمين اللي فات عشان كثره الغيابات والضغوطات كان بيفرق عدم وجود لاعب اساسي معانا، لكن دلوقتي انت عندك الحمد لله برضو تعويضات كبيره جدا، وفي نفس الوقت برضو عندك مدير فني بيعرف يستغل الامكانيات اللي عندك والبوتنشال بتاع اي لاعب، سواء لاعب صاعد او لاعب جاي من جاي يعني كصفقه او لاعب عندك اوريدي في الفيرست تيم. فاعتقد كده الوضع يعني متاح ان انت تقدر تأدي افضل ما عندك.